جبا شكر علينا وجبا شكر علينا ما دعا لله داعي يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين وأول الأولين وآخر الآخرين الله. اللهم ارحمنا وارحم جميع الجماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات آمين. المؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك عزيز قريب مجيب الدعوات آمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا عيبا إلا سترته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا فقيرا إلا رزقته آمين. ولا مريضا إلا شافيته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين. إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين آمين. لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين يا الله. لا من بابك من المطرودين يا الله. من رحمتك من اليائسين يا الله. تقبل دعاءنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين آمين. اللهم خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني آمين. سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحيي الدين عبد القادر الجيلاني آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا